هل يصح أن ألتزم ببعض الأذكار ببعض من أذكار الصباح والمساء وهل هي من السنة؟ نعم. هل يصح أن ألتزم ببعض من أذكار الصباح والمساء على مدى الحياة وهل هي من السنة؟ وما صحة حديث قليل دائم خير من كثير منقطع؟ نعم، المداومة على الأوراد الصباحية والمسائية سنة، فيها حفظ لك من المكاره، وذلك بأن تقرأ آية الكرسي وتقرأ بعدها سورة الإخلاص والمعوذتين وتكرر هذه السور 3 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب بعد آية الكرسي، ثم تأتي بالتعوذات الواردة في الأوراد، فهذا المداومة عليه وملازمته فيه خير كثير، ويحفظك الله به من الشرور، وهو حرز لك. وبقية السؤال حديث قليل. نعم. لا، الحديث لفظه أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.